الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. إحدى علائم أو إشارات لعظمة الإسلام، هذا الدين الذي نعتنقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على العقيدة الكاملة الصحيحة لديننا، هذا الموضوع الذي ذكره الله في هذه الآية المباركة. قبل أن أشرح الآية نتكلم حول أنه متى يعاقب الإنسان عقلا وشرعا. هل يعاقب الإنسان قبل أن يعلم أو بعد أن يعلم؟ الجواب واضح، لا يمكن أن تعاتب ابنك قبل أن تعلمه، هذا مو صحيح. العقل ما يقبل هذا الشيء، والعقلاء لا يقبلون. الشرع نفس الشيء يقول، إذا واحد لا يعلم شيئا فكيف يحاسب؟ حتما من عدالة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحاسبه. نعم، يمكن أن يقال له هل لا تعلمت؟ أكو هذا الحديث، يأتي قوم يوم القيامة يقولون يا رب نحن لم نكن نعلم، مثلا لم نكن نعلم أن الصلاة واجب مثلا، يقال لهم هل لا تعلمت؟ ليش ما رحت تتعلم؟ ممكن. إذا هذا بمعنى العتاب أو العقاب ما أدري، يوم القيامة الله يدري شو يسوي. من الأشياء الذي لا يحاسب عليه الإنسان أيضا عقلا وعقلاء وشرعا، ما لا يقدر عليه. أنا ما أقدر أصوم مثلا، شخص لا يستطيع الصوم فهل يعاتب لماذا ما صمت؟
لا، لأن الصوم مشروط بالقدرة، كل عمل مشروط بالقدرة. أصلا هذه قضية عقلية. الحج، الليلة عندنا ضيوف من الذين يقربون إلى المدينة المنورة تقريبا، يعني أقرب من عندنا، الله يحفظهم. واحد ما مستطيع يروح للحج، عقلا لا يجب عليه، شرعا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هاي اثنين. ثلاثة، المكره الذي يكرهوه، يعني يأخذوه ويقولوا له حتما لازم تشرب خمر وإلا نقتلك، لا سمح الله لا سمح الله. طيب هذا إذا شرب الخمر يحاسب؟ لا. نعم، آثار السكر تظهر فيه لا شك، لأن الله مخلي هذه الخاصية في الخمر، أما مو مذنب يعني مو مقصر لأنه أكره. هذه الأمور وما شابهها هذه من امتيازات الإسلام، لأن كل شيء يقبله العقل، كل العقول مو عقل واحد اللي معاند أو شيء، لا، العقول المتزنة. الآن هذه الأمور اللي شرحتها أنا ثلاثتها كل العقول تقبلها، عقل بوذي، عقل ملحد، عقل مسلم، عقل مؤمن، ما يفرق. أقاصي الدنيا، إذا أكو واحد تسأله يابا أنا لا أستطيع أن أصلي قياما، يقول لك ما يخالف، صلي جلوسا، ما تقدر صلي وأنت على قفاك، بالإيماء بالإشارة، المهم لا تترك الصلاة، هذا هو. ولذلك هذه أمور تسمى أمور إرشادية مو مولوية، كما شرحنا في ليالي ماضية. يعني العقول والعقلاء، يعني قضية عقلية وعقلائية، العقل يقبله والعقلاء يقبلونه، الإسلام يرشد إليه إرشاد تأييدا لكلامنا، مو كلامنا بالنتيجة، هي كلام القرآن. نقرأ هذا الحديث. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ينقل عن رسول الله، الآن أيضا صلوا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، رفع عن أمتي أربع خصال، أربعة أشياء مرفوعة عن أمتنا، الرسول يقول، وكلها صحيحة. ليش؟ لأن العقول لم تقبلها. أولاً هذا اللي ما شرحته، أنا شرحت كم واحد؟ ثلاثة. الرابع شنو؟ الخطأ. أنا دا أمشي ما أدري فكري مع نفسي، شلت إيدي هالشكل وأكو واحد دا يمشي قريب مني، إيدي لاحت على وجهه، أصلاً أنا ما شايفه أصلاً، خطأً مو عمداً. هذا أيضا العقول شو تقول؟ تقول ما عليش هذا، نعم أعتذر منه، لازم أعتذر منه، ليش ما درت بالي؟ إذا شوية عندي تقصير في الموضوع أنا مقصر شوية، يعني إذا أقدر أباوع أطالع مثلا احتياط أسوي زين. ولذلك يسموه مثلا القتل، أكو قتل خطأ وأكو قتل عمد، يختلف. رفع عن أمتي أربع خصال، الأول أو الخصلة الأولى خطأها، خب أكو شيء ثاني أيضا ما قلت، النسيان. أنا نسيت وأكلت شيء في شهر رمضان، صايم أنا، أكلت وزينة ما أكلت يقول توفيق جبري هذا، بعدين التفتت ما فيش، ماكوش، ما في إشكال. أو نسيت موعد، أيضا في الأمور الاجتماعية تجي، أيضا نسيت موعد، أو أنا مديون نسيت هذا الدين ما يعاتبوني، نعم
الإسلام يقول لماذا لم تقيد؟ دائما خلوا دفتر في جيبكم، هذا اللي عنده هواي شغل احنا متعودين عليه، كل شيء أعطي أكتب، كل شيء أستلم أكتب، وإلى المؤسسة تضيع. أول شيء خطأها، خطأ الأمة مغفورة لهم. ثاني شيء نسيانها. ثالث شيء وما أكرهوا عليه، الإكراه الإجبار. طبعا هذه شوية أمور يحتاج إلى الإنصاف. كثير من الناس يقول أنا مكره، وأنا مو مكره. يعني مثلا إحنا كنا أيام اللي كنا نروح إلى برا لأجل المؤسسات، كثير من الناس نشوفهم بالطائرة ما يصلون وقت الصلاة، وما يصلي ويدري أنه لما يوصل إلى المطار الثاني يعني المقصد الوقت ضايع. يعني يقول أنا مكره، ليش؟ بالطيارة وهوسة، وشلون تتوضأ وتقوم وتسأل من الطيار أنه القبلة منه. لا، هذا مو إكره. احنا كنا نسأل، بالفعل يرشدونا، يروح يسأل من الطيار المضيف، بعدين يقول القبلة كذي، ونوقف نصلي، ما بيها شيء. هذا مو إكراه. الإكراه صدقية، الإكراه مصداقية، الإكراه يحتاج لإنصاف. هذا مسدس على رأسه، إنسان ظالم يعذب في السجن، يقول له إذا تريد تصلي أنا أقتلك مثلا، هذا إكراه. فالثالث شنو صار؟ وما أكره عليه عفوا. والرابع وما لا يطيق، طاقة ما عندي، أنا ما أقدر أوقف أصلي، واقعا ما أقدر، لا أستطيع الصيام، الطبيب منعني. كثير من الإخوة أو الأخوات عندما كنا هنا مقيمين وساكنين يسألون أنه الطبيب الحاذق الفاهم، ومو لازم متدين حتى إذا مسيحي، المهم فاهم منصف، منعني من الصيام. قلت أقول لهم لا تصوموا، قل لا ما يصير سيدنا، لازم نصوم. هو الإسلام يقول ما لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هاي الأربعة أشياء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي، يعني الله ما يريد هالأشياء، ليش تكره نفسك؟ بعدين هو الرسول استدل بهاتين الآيتين، وذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، نسيان، أو أخطأنا، خطأ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. هذه الواجبات اللي كانت في الأمم السابقة وكانت صعبة. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني الله ده يأيد هذه الأشياء في القرآن. الآية الأخرى هاي الآية اللي الآن نحن في صددها وقوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب هذه مقدمة. المقدمة الثانية موضوع التقية إخواني. الآن هواي صاير لغط في أوساط الشيعة أيضا. أولا إخواننا السنة يقولون أنه يعيبون، يعني يعيبون علينا، يقولون أنه الشيعة عندهم تقية. أولا هذا فخر، احنا عندنا تقية. ثانيا انتم عندكم تقية، مع احترامنا، ليش الآية تقول؟ الآية متى نزلت؟ في قضية بلال معروفة، في قضية عمار. بلال أتصور وصهيب وياسر أبو بلال أبو عمار، وسمية أم عمار، وعمار وخباب أتصور، المهم عدة من
مؤمنين في آخر أيام تواجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة عذبوا أشد تعذيب. كانوا يوديهم برا أحجار مكة حارة، خاصة في الصيف نار، يخلعون ملابسهم ينوموهم على هذه الأحجار، وبعدين يجيبون حجر آخر كبير يشعلون على صدرهم. هكذا الكتب، كتب التاريخ تنقل. هنا أنا العجيب أنه سمية رضوان الله عليها، يعني أم عمار وياسر أبو عمار، أكرهوا ولم يخضعوا. يعني شنو؟ يعني ما سووا تقية. عمار خب شاب، عندما ضغط عليه بشدة وجعلوا هذه الصخرة الكبيرة على صدره وبدأوا يضربونه ويضربونه، هسه من نقول منو كان يضربونه، لأن بعدين ظاهرا صاروا مسلمين مثلا. هناك بعد قال ما يخالف، قام يستغفر الله العياذ بالله. هكذا في التاريخ أجاب إلى طلبهم، ما أقول شو سوى. خب هذا هناك الخبر. طبعا البقية أيضا عذبوا، ولكن فقط اثنين قتلوا استشهدوا، والد عمار من اسمه ياسر رضوان الله عليه، وسمية رحمة الله عليها قتلوا، ضربوا بالحربة استشلون. ما أقدر أشرح لأن حقيقة واحد يقشعر جلده، قتلوا. البقية فكوهم، فكوهم. الخبر وصل إلى الرسول، لأنه بلال ما خضع إلى الأخير، كان يقول أحد أحد أحد، والثاني أصور خباب ما منه، بس عمار أجاب لطلبهم. الخبر وصل إلى رسول الله، يا رسول الله هالشكل صار. الرسول سكت إلى أن إجى عمار فأخذه واحتضنه. وفي الرواية التاريخية والصور صحيحة، لأن هذا لطف رسول الله وخلق رسول الله، وإنك على خلق عظيم، مسح عرقه من جبينه. هذا من واحد يريد يدلل واحد بشكل يسوي، مسح بيده المباركة على جبين عمار، قال له عمار شو سويت شنو صار؟ يخجل عمار يحكي، قال لا احكي قول. فشرح له القصة، يا رسول الله أنا هالشكل سويت، أجبت لطلبهم، يعني الشيء اللي رادوا خلينا نقول كانوا يريدون سب رسول الله وسب الإله ومدح الأصنام اللات والعزى، أنا كل شيء سويت، فما أدري الآن شو أسوي. ويبكي. الرسول قال ما عليك، نزلت هذه الآية. طيب هذا مو تقية؟ تقية بقى. تقية شنو يعني؟ التقية يعني أن تتقي بروحك ببدنك بأموالك بعرضك بناموسك إلى آخره لضرر فادح. طبعا مرة في شيء عادي لا تقية ما بها، مثلا أنه فد شوية من فلوسي تروح مو مهم، أما مرة العرض الناموس الأهل الأولاد المال كله حياتي في خطر، العقل يقول لك هذا الشيء، هذا ما بيشي. تتقي بشرط واحد، بشرط أن القلب شي يقول، القلب يكون مطمئن بالإيمان. فسأله رسول الله، يا عمار قلبك شنو كان ذاك اللحظة؟ ذيك اللحظة قلبك شنو كان؟ هل كان مشروح بالكفر أم منشرح بالإيمان؟ هذه كلمة الشرح، يعني الانبساط. الإنسان يحس بهذا الشيء دوما يجي في خبر سار، كأنه قلبه ينشرح يتوسع. عندما تأتيه أخبار جدا مسيئة ومحزنة قلبه يضيق، هذا يسموه شرح. الكفر والإيمان اثنيناتهم موجودة كلمة الشرح فيها. الآن نقرأ شلون. الإيمان، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
من لساني. موسى عندما طلب من الله، عندما أراد أن يذهب إلى فرعون، قال ربي اشرح لي صدري، صدري يكون منشرح مو مكتئب، عندي قابلية البحث مع فرعون وإلقاء الحجة عليه، أكون مستعد، مو واحد ضايج مثلا أو مكتئب. هذه كلمة الشرح يأتي للإيجاب والسلب. فالقضية كانت هذه. هذه الآية هي الآية الصريحة في موضوع التقية. وما دعم التقية لها أحكامها، متى واجب، متى مستحب، متى إلى آخره. طيب يأتي السؤال هنا، أبو عمار اللي هو ياسر وأم عمار اللي هي سمية، هل يذهبون إلى جهنم والعياذ بالله؟ لا، ولكن إذا كانوا يعملون عمل عمار، يعني شنو؟ يعني كانوا يتقون، ما كان عليهم شيء، لأن الرسول عندما سمع من عمار شنو قال له؟ قال يا عمار إذا رجعوا إلى ما أرادوا ارجع. نفس الشيء، خلي أقرأ الحديث بنصه حتى يكون واضح. الرسول عندما بكى عمار رضوان الله عليه من خطئه، انه شلون سويت انا، ليش ثبت الرسول، وكان خجلان من الرسول، وبعدين كان يفكر انه خلص ذهب من رفقة الاسلام بعد صار كافر، قال كلا، هذا كلام الرسول، كلا، ها عفوا، الناس اللي اجوا خبروا الرسول قال لهم كلا ان عمارا ملئ ايمانا. الله اكبر، ملئ ايمانا من قرنه الى قدمه، يعني كل جوارحه وقلبه وعروقه ودمه ايمان، واختلط الايمان بلحمه ودمه. يعني شنو؟ يعني بابا هذا كان مضطر، كان مضطر، كان مكره، والإسلام يسمح للمكره. وجعل رسول الله يمسح، عفوا أنا قلت جبهته، هذا خطأ، وينك؟ وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عين عمار، ليش؟ كان يبكي، فكان يأخذ دموعه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عين عمار ويقول إن عادوا فعد لهم بما قلت. يعني مو أنه مغفور لك، إذا مرة ثانية قريش عذبوك أيضا أجب ما دعوا إليه، هذا واضح. أما الرواية الأخيرة هم نقراها حول التقية، عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن التقية دين المؤمن، دين المؤمن. ذول اللي الآن يحجون منا أنه لا تقية ماكو في الإسلام، ليش لا ماكو؟ هاي الآية صريحة بعد: إن التقية دين المؤمن ولا إيمان لمن لا تقية له. الله، إيمان ما عنده هذا اللي ما عنده تقية. قلت لك أكو قواعد للتقية، كتب كاتبين الفقهاء. بينك بين نفسك إذا كنت مكره ما في إشكال، ولا إيمان لمن لا تقية له. الراوي يقول قلت جعلت فداك، يقول الإمام الصادق جعلت فداك، أرأيت قول الله، يعني تستند بقول الله، هذه أرأيت إشارة أنه هل المدرك والمستند هذه، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يا ابن رسول الله هذا قصدك؟ قال عليه السلام: وهل التقية إلا هذا؟ نعم، يعني الإمام يستند إلى هذه الآية. صلوا على محمد وآل محمد. نأتي إلى الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كفر بالله، كفر، من كفر بالله من بعد إيمانه. الآن افتح قوس في هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني هو مؤمن كان مثل منو؟ عمار.
الآن افتح قوس. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أغلق القوس. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني استثناء صار هنا بالوسط. من شرح الله صدره للإسلام، للدين، للإيمان، يعني لمن دا يسب النبي والعياذ بالله قلبه مطمئن بالإيمان كما عمل عمار. شوفوا الآية شلون. من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني كان مؤمن، أسلم على عند رسول الله، مؤمن وقاوم وكل شيء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عندما أكره بشرط أن قلبه كان مطمئن بالإيمان، أما ذاك الشخص شنو اللي قلبه مع الكفار، وكثير منهم كانوا هالشكل بالتاريخ موجود. شوية ضغوط صارت عليهم، الآن هم هالشكل. ضغوط كانت تأتي إليهم كانوا حقيقة يكفرون، مو ظاهرا يكفرون. يعني أول شيء بالظاهر يكفر، بعدين يروح وياهم يصير كافر حقيقة. الآن في عصرنا أيضا هذه الآية تطبق. يكره، يعطوه شوية رشوة، يعطوه مناصب، يعطوه مقام في الوزارة، ما شنو يصير وياهم. بعدين شوي شوي كذا خلاص راح بعد. هذا اللي يصير. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هاي الجملة حول عمار، إلا استثناء. أما الذي قلبه أيضا شنو قلبه، ولكن من شرح بالكفر صدرا، وسع قلبه لاستقبال الكفر. يعني بس شوية الضغط صار عليه قال ايه بابا انا اصلا ما اقبل هذولا، راحوا ياهو. من شرح، قلت لك شرح يأتي للكفر ويأتي للإيمان. رب اشرح لي صدري، هذا للإيمان. هنا للكفر. القبول، الانبساط، الرضا القلبي لشيء يسموه شرح. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا يسموه المرتد. يعني كان مسلم مؤمن، يصلي يصوم مسجد جماعة كل شيء، فد مرة شفنا أنه قلب حسب تعبيرنا. هذا من شرح بالكفر، لا إكراه عليه ولا أي شيء ولا ضغط، فعليهم غضب من الله، لأن هذا صار عرف الإسلام، قبل الإسلام، فهم، صار عنده قبول بالأدلة بالبراهين، الآيات اللي قراها النبي عليه، بعدين انقلب. فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ليش؟ ذلك، ذلك يعني بهذا السبب، لهذا السبب. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هي المشكلة شنو؟ المشكلة الدنيا وآخرة. وكثيرا ما احنا نمتحن بعد. هسه احنا لا نمتحن، الحمد لله لا نمتحن في قضية الإيمان والكفر، نمتحن في أعمالنا أيضا، هم امتحان صعب. يعني أهل السوق يمتحنون في التجارة، في المنافع المالية، في ما شنو حرام، يقول يلا ما يخالف خلي الفلوس أحصل. هذا أيضا نفس الحالة بس شوي أخف. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. عمار قال ما يخالف، عفوا سمية وياسر ما قبلوا، فمعناته مأجورين. ولكن إذا كان ياسر وسمية يعملان كما عمل ابنهم ما كان عليهم شيء. هنا أنا أفتح أيضا قوس. أكو رواية في نهج البلاغة أيضا إنه سيأتي يوم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، في اليوم جالس مع أصحابه، يجي يوم يطلبون سبي، أما السب فسبوني، وأما البراءة فلا تتبروا. شنو معنى هذا الحديث؟ اليوم أنا شوية حققت في هذا الحديث.
شفت أنه نفس الكلام نفس مضمون الآية. أما البراءة يعني البراءة القلبية اللفظية هم ما يخالف. يعني شنو؟ يعني إذا أنت لا سمح الله لا سمح الله الله لا يجيب ذاك اليوم أنه واحد ظالم ضغط على مؤمن موالي لأهل البيت قال سب علي ابن أبي طالب ما يخالف، لأنه هو يقول أما السب فسبني. طيب إذا قال تبرأ من علي ابن أبي طالب باللفظ يعني أيضا ما يخالف، ولكن شنو؟ ولكن بالقلب لا تتبرأ. هذا مثل ما سوى عمار. الرسول سأله قلبك ذاك اللحظة شنو كان؟ قال يا رسول والله قلبي كان معك، كان مع التوحيد مع النبوة مع نبوتك يا رسول الله يا محمد. لأن بعض الناس يقولون لا إذا قال لك تتبرأ من علي بن أبي طالب لا تتبرأ لفظا. لا، أكو أحاديث كثيرة أنه حتى التبرؤ باللسان بشرط أن لا يكون بالقلب ما في إشكال. نرجع إلى كلامنا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. المشكلة أنه يعرض بين يعني يخلي نفسه بين الحياة الدنيا أو الآخرة. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، الذي يحب الكفر وهو يريد الكفر بقلبه مو بس بلسانه، بلسانه وقلبه الله يتركه لا يهديه، كما شرحنا دائما هذا معنى الخذلان. يعني الله مو أنه يجبره، الله يتركه وشأنه، هذا معنى لا يهديه. وأن الله لا يهدي القوم كافرين. ليش لا يهدي؟ لأن قلبه صار مطبوع بالكفر بعد، لأنه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. عنده عين ما يشوف، عنده السمع ويستمع آيات الله ولكن ما يخش بعقله، قلبه مطبوع مختوم طبع، يعني مختوم مثل هذا اللي يختموه، هذا يسموه طبع، الطباعة جاي من هاي الكلمة. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. رأسا بعض الناس بس يقرون هذه الآية يقول هذا جبر، لا مو جبر، هو بإرادته واختياره، لأن الله خلق البشر مختارين هم يختارون، عندما اختار الكفر بقلبه ولسانه وجوارحه يطبع على قلبه، بعد قلبه ما يفهم شيء. هذا معناته الذين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. يغفل أن الحياة الدنيا، يفكر أن الحياة الدنيا هي صحيحة هي باقية، ما يدري أن الآخرة أهم. النتيجة شو تصير؟ النتيجة لا جرم، يعني حتما، كلمة لا جرم يعني حتما من غير تردد، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هاي قضية عمار انتهت، ونتيجة الكلام شنو صار؟ الذي يكره يجوز له، بعض الناس يقول بعض العلماء يقولون يجب عليه أصلا، والأكثر على هذا. يعني شنو يجب أو يجوز؟ الفرق وين يظهر؟ الفرق أنه إذا نقول وجوب يعني لا سمح الله سمية وياسر الآن في جهنم، لا لا يجب، ولكنه إذا ما سوى لا يحاسب، ولكن درجة عمار أعلى، درجة عمار أعلى. ليش؟ لأنه مشى على التقية التي أراد الله له. بس هذا بحث فقهي ما علينا به. ثم إنك الآية اللي تلي الآن نخلص بعد الكلام حول الذين أكرهوا بعدين تابوا وبعدين هاجروا وجاهدوا مع رسول الله. قسم من هذول المعذبين في مكة من قبل قريش قتلوا، اثنين بس، ياسر وسمية سلام الله عليهما،
أول شهيدين في الإسلام، أول واحد. وأتصور سمية قتلت قبل ياسر حتى يضغطون على الزوج، هيك يشكل في بالي يعني. البقية مثل عمار سوى تقية وطلع، اجى عند النبي وبعدين القصة حكيناها. بعض الناس بقوا في مكة عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذول أيضا عذبوا، حوصروا، صادروا أموالهم، أذوهم، بعضهم صار عندهم نوع من التقية أيضا، وبعضهم زلزلوا أيضا. زلزلوا يعني شوية الإنسان في الضغوط بعد يصير عنده شكوك، يصير عنده توهمات، صار عندهم مشكلة، ولكن هذول تابوا وقاموا وتركوا كل أموالهم، بيوتهم في مكة، وهاجروا إلى المدينة وأتوا عند رسول الله وكانوا مع رسول الله وجاهدوا، يعني اجوا بالحروب واشتركوا وضحوا. هذول شنو تكليفهم؟ الآية تقول ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوا الفتنة هنا العذاب، من بعد ما عذبوا يعني من بعد ما ضربوا، من بعد ما صدرت أموالهم بيوتهم، من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا، يعني عندما أجوا إلى المدينة جاهدوا مع رسول الله وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يغفر لهم ما عملوه في مكة. آخر شيء، آخر آية، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تصوير ليوم القيامة. هذا اللي تسوى تقية، هذا اللي صار مع الكفار، هذا اللي خدع، هذا اللي شاف المصالح الدنيوية وترك رسول الله، كل هذا ينتهي، الدنيا تنتهي. يجي يوم التصوير الدقيق، يوم تأتي كل نفس، كل واحد يجي هناك تجادل عن نفسها، تدافع يعني، يريد يوم القيامة همات، يريد يوم القيامة أيضا يدافع عن نفسه، تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت. توفى من التوفية، واحد لمن يطي حق الثاني الآخر بالدقة، يطلب مني 5 دنانير أعطي 5 دنانير حتى فلس ما أنقصه، هذه يسموه توفية. أما أجي أقول له هسه أنت تطلبني 5 دنانير أخذ 4.5، فذاك الخطيئة يقبل، هذه مو توفية. الله يوم القيامة يوفي، يعني كل شيء دقيق يعطي بدون أي ظلم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يعني تدافع عن نفسها، لأن ذاك يوم القيامة مشكلة. وتوفى كل نفس ما عملت، شنو عملت؟ توفى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون. يوم القيامة يوم عجيب، من ناحية عسير، ولكن من ناحية عدل يطبق بدون أي شيء. بعد العدل تأتي الشفاعة، تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى. حتى لبعض المذنبين، أكو في الدواء جدا لطيفة، يقول بعض العصاة والمذنبين أيضا هناك يقولون رب إحنا يعني أجبرنا أكرهنا، ومو مكره، مو مجبر، يعني يريد يعتذر للذنوب الخفيفة، ها مو للكفر والظلم. الظلم والكفر ما له حل، الله يقول ما يخالف ما دام هنا تعتذر، رحمة الله واسعة. طيب، الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة عن أبان بن تغلب أو تغلب، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول ما من عبد أذنب ذنبا، بالنتيجة الإنسان مو معصوم يذنب، ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر. شوفوا، فالقضية مرتبط بشنو؟ كل شيء مرتبط أول شيء بالقلب. نعم، يجب أن تترجم القلوب، النيات يجب أن تترجم إلى الظاهر، يجب،
ليش؟ لأنه حتى الناس تدري، لا يصير تورية، لا يصير في شيء مخفي. مثلا أنا تجاسرت على أخي شخص، بعد لحظة ندمت ولكن ما قلت له، ما يكفي. الله يغفر لي إذا الأخ كان يعلم، هو ما يدري بعد، هو ما يعلم الغيب. إذا شرطية، إذا كان يدري مو يعفو عني أو لا؟ يعفو بعد، بس أنا لازم أظهر حتى يعلم. أما الله ما يريد تظهر، ليش ما يريد؟ لأنه يعلم. شوفوا الدقة، ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه قبل ما يستغفر إلا غفر الله له قبل أن يستغفر. ولكن للتأكيد شنو؟ يأخذ السبحة في وسط الليل يقول أستغفر الله ربي وأتوب، هذا إظهار. وإلا التوبة الحقيقية التوبة القلبية. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك، إذا أنا تجاسرت على أخي بعدين رحت قدام الناس اعتذرت منه، قلبي مو ندمان، شي يقولوا لي؟ يقول هذا منافق مو شكل. فإذا القلب ندم يغفر له ويستغفر بعدين لسانا، أما اللسان استغفر أما القلب مو ندمان، هذا النفاق. ما من عبد أذنب ذنبا فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر، هذا من لطف الله أيضا. وبالعكس في غير المعصية، وما من عبد أنعم الله عليه نعمة، وإحنا بعد مغمورين في نعم الله الحمد لله، وما من عبد أنعم الله عليه نعمة فعرف أنها من عند الله، فقد عرف، يعني قال أنا ما سويت شيء، الله أنعم علي، أنا دا أتكلم هنا الله أنعم علي، أنا أقدر أكل الله أنعم علي، الله رزقني مولود الله أنعم علي، هذا بس العرفان عارفة. أكرر الرواية، وما من عبد أنعم الله عليه نعمة فعرف، فقط عرفان بالقلب يعني، فعرف أنها من عند الله إلا غفر الله له قبل أن يحمده. يحتاج صلوات. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اشف مرضانا من وصانا بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 سبحان الله الله الله.